الخروقات الأمنية أولا ليست بجديدة، ثانيا هناك مناطق لا تسيطر عليها القوات الأمنية، هي التي تعتبر يعني ممرات آمنة ومناطق رخوة للتنقل وتجمع هذه المجاميع الإرهابية وصولا إلى شمال العاصمة بغداد إلى الطارمية، وبالتالي هذه الممرات للأسف الشديد يعني مناطق متنازع عليها بين الحكومة العراقية والحكومة وحكومة إقليم كردستان، ويعني بمسافات ومساحات كبيرة جدا تستخدمها هذه المجاميع الإرهابية لتنفيذ الخروقات. من جانب آخر يعني الحكومة العراقية عليها حقيقة أن تكون أكثر جدية في التعامل مع هذه الخروقات الأمنية، خصوصا أن هذه الخروقات الأمنية يسقط ضحيتها شهداء وبأعداد كبيرة كما حدث في كركوك وأيضا كما حدث في الطارمية قبلها. يعني أعتقد أنه مسألة أن يكون هناك تفعيل للجهد الاستخباري، القوات الأمنية لا تألو حقيقة جهدا في أن يكون هناك استثمار بشكل يعني منتج لهذه المعلومات الاستخبارية، لكن أولا وجود قوات محتلة تركية وأمريكية تستخدم هذه المجاميع الإرهابية وتنقلها، خصوصا أن الحدود أستاذ كاظم، التي هذا ما ربما أشار إليه السيد الكاظمي خلال ترأسه اجتماع للمجلس الأمن الوطني حقيقة، عندما أكد بأن بعض الجهات طبعا لم يسميها بأنها تستغل وتحاول عرقلة الاستحقاق السياسي القادم للعراق وهو الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر المقبل. هل فعلا هناك جهات، ومن هي هذه الجهات؟ هل هي داخلية أم خارجية أستاذ كاظم؟ يعني الطرفين موجودين، الجهات الداخلية موجودة والجهات الخارجية موجودة، ربما الأقوى الآن هي الجهات الخارجية، خصوصا أن تصريحات لمساعد وزير الخارجية الأمريكي وكذلك للقنصل الأمريكي في بريطانيا عفوا في أربيل، وكذلك تصريحات للرئيس الفرنسي ماكرون، وهناك أيضا مشروع قرار في الاتحاد الأوروبي على إيجاد قوات مع 50,000 مقاتل للعراق من ضمن مساحتها، كلها تؤكد على أن هذه القوات قوات باقية وقوات محتلة، بغض النظر عن الاتفاقات التي أعلنت بين الحكومة وبين واشنطن في البيت الأبيض. يعني هذا أمر مهم، بقاء هذه القوات يحتاج إلى أن يكون هناك مبرر لبقائها، وليس أفضل من داعش يعني الأمريكية أن تكون مبرراً لبقاء هذه القوات أو غيرها من القوات الأخرى. أيضا لا ننسى حقيقة عدم يعني مسألة عدم استقرار الجانب العراقي بالنسبة لبعض الأطراف، وربما الحكومة التركية بالذات، خصوصا أن الجناح الذي يمثل تركيا في الانتخابات هو في أضعف حالاته، وبالتالي أيضا لا تريد أن يكون هناك استقرار في العملية الانتخابية، خصوصا في كركوك باعتبار كركوك يعني ضمن الأهداف التي تسعى لضمها تركيا، باعتبار أن هناك مكون تركماني تعتبره أيضا تركيا ذريعة لتواجدها أو للمطالبة بأن يكون هناك طبيعة محددة سياسية داخل كركوك بالتحديد، أيضا فضلا عن مسألة يعني المثلث الذي الآن تتحرك به تركيا في من جبال قنديل إلى سنجار وصولا إلى مخمور، أيضا هذه المنطقة تعتبر حقيقة منطقة نفوذ لمجاميع إرهابية تدار من قبل تركيا. على المستوى الداخلي لا يعني لا يخفى عن المشاهد أن هناك أيضا جهات لا تريد أن يكون هناك استقرار ومن ثم إجراء العملية الانتخابية، على مستوى بعض الأحزاب التي انسحبت من العملية الانتخابية والتي كانت تعول على تشرين، وأيضا البعض أعلن جهارا نهارا على أنه سيستخدم السلاح لعدم إجراء الانتخابات، وبالتالي كل هذه الأطراف تجتمع في إيجاد هذه الخروقات الأمنية التي يسقط ضحيتها للأسف الشديد شهداء من المنظومات من المنظومة الأمنية ومن الأبرياء العراقيين. بالتالي عدم صراحة الحكومة في تسمية هذه المسميات هو أيضا يساعد على استمرار وتجدد هذه الخروقات في مناطق رخوة. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ كاظم الحاج الأكاديمي والباحث السياسي على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لك.